صرح معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن تنفيذا للتوجيهات السامية بلدني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتأكيدا للتعاون المستمر والتنسيق الدائم بين غرفتي السلطة التشريعية، وبعد التشاور والاتفاق مع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من السلطة التشريعية تضم كافة أعضاء هيئة المكتب في مجلس الشورى وهيئة المكتب في مجلس النواب برئاسة سعادة النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب للاجتماعات التنسيقية مع السلطة التنفيذية بهدف التوافق لوضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية. كما أكد رئيس مجلس النواب عن ثقته بجميع أصحاب السعادة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب في العمل الجاد لتحقيق ما يتطلع له شعب مملكة البحرين، والتعاون الفعال والمثمر مع الحكومة الموقرة والسعي المشترك لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية ورفعة مملكة البحرين. مشيرا معالي الرئيس مجلس النواب أن اللجنة المشتركة ستتواصل مع كافة أعضاء المجلسين لتزويدها بكافة المرئيات والمقترحات والملاحظات التي من شأنها دعم العمل في إعادة هيكلة الدعم وتوجيه لمستحقيه، والتوافق مع السلطة التنفيذية لتحديد الآلية الموحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية.